انت عارف يا كابتن اسامه، نادي مثلا زي نادي بيراميدز المفروض ان هو نادي استثماري. نادي استثماري دي معناها ان هو بيحاول ينتج لعيبه، يجيب لعيبه صغيره او هو يطلع لعيبه صغيره من عنده ويبدا يبيع. لحد دلوقتي بيراميدز هو نادي مستهلك، يعني بيشتري لعيبه طول الوقت، ما بيطلعش لعيبه للماركت ويبيعها ويكسب منها. مثلا انا بدي على سبيل المثال، ودي في عدم معظم الانديه كمان الانديه الخاصه يعني مشكله، والمشكله دي للاسف ما حدش بياخد باله منها، او ما حدش بيقول مثلا ايه يا جماعه شاور كده، انت اسمك نادي استثماري، يعني مثلا نادي الجماهيري اهلي او زمالك انا افهم انه وان كان ده غلط زي ما انت قلت انه لازم تطلع شباب، بس افهم انك تحت الضغط الجماهيري انت مش عارف ما بتستحملش. لكن انت نادي استثماري، انت ما عندكش اي ضغوط من اي نوع. لا يا قصه بيراميدز في حته تانية يعني. بيراميدز يعني انا شايف ان هي تجربه لغايه دلوقتي غير ناجحه في الدوري المصري. ممكن تكون موجوده في الدوري المصري، ولكن هي من سنه لسنه بتقل مش بتزيد. ده المفروض مع الامكانيات اللي موجوده ومع الرقابه المفروض الاداريه بالنسبه للكم اللي انت بتجيبه من النجوم، على الاقل خالص يبقى في بطوله. النهارده مش موجود بطوله لبيراميدز لغايه دلوقتي، وكل سنه عن سنه الامور يعني النهارده الخروج من كاس الرابطه وانديه الاهلي والزمالك ما بتلعبش فيها. فدي برضو بالنسبه لها مين اللي بيحاسب؟ يعني هو انا مش شايف مفيش حساب. ده وجهه نظري يعني. بيراميدز مفيش حساب، اغلبيه الانديه حتى الشعبيه اللي موجوده اللي بتصرف مبالغ كبيره مفيش حساب. غياب الحساب يا كريم يعني بيفقد من الاداري ان هو ينجح في مكانه، او يحاول ان هو يعمل تارجت. مش بتشتغل تحت ضغط يعني، انجح افشل محدش هيلومني يعني. ما هي دي مشكله حتى. صحيح. كمان يعني احنا كنا زمان كنا بنتلم من الجماهير. صحيح. يعني كان بيبقى في ضغط من الجمهور، كنت بتلاقي الجمهور ب 3 4000 عادل لك بعد الخساره. صحيح. يعني يا اما بقى بيضغطوا عليك يا اما بيشجعوك، بس كان في حد بيدفعك. النهارده مين بيحاسب مين ومين فين؟ صح.